اسمع من غير ما تحط يديك في جيبك على اساس فما حتى مشكله امين خاطر عندك مشاكل كبيره ياسر والله والله علاش شورت بلازيره مان عليه هكا دخلك انت معنا فيا من الشورت اخ علاش علاش تحسوا سؤال سؤال فيها عليه علاش علاش ديما في اي جروب فما انسان احرف عتبة يهلكلك اللي فرحان بيه الكل وعلاش امين لابس شورت على بلازير ما فهمنا فيه الموضوع والسيد هذا الاحرف عنده الجملة السحرية نتاعو بتبيعتها صحيحة ماشي صحيحة حالا معاكم الاولاد فيديوهات ويوتيوب وكاميراوات علاش ديما فما طفلة مين يسألوها طفل كلك مضروب فيا ديما على محسن معتز صراحني انتي عندك شك بربي كان يديك جوست على يديك انا كان وجدتك عندك شك اخزر لي بربي سمحني انتي خبرك اخزر لي ترى وريتك قبل والله ما اي معنى مكتوبة ايه مش مكتوبة عايش خوي عايش خوي عايش خوي عايش لي بي ديري كدا ولا ديري كدا ولا ديري كدا ولا كدا لي بي دير فلايلا وينك زيزة صبا الحمد لله انت لاباس والله كنا نحكي لك انا امبارح والله خرجت مع مراد تحت مراد هذاك اللي مضروب فيا ويحبني على الاخر حبني مراد مضروب فيا عنده 6 شهور حبك انت بيسو بطلنا مش لازم معتز عرفتيه معتز يحكي معايا امان قبل مراد نوريك الكابشور كابتشو بتشو اسمه بي خالد بي خالد خالد امان كان خاطبني راه بي حاتم مش حاتم 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 اي حاتم ساحت عاجل مش كلهم عزيزتي مضروبين فيا بلي كابتشو معناها حتى انا طلعت مضروبه فيكي مش علي فيكي زيزا الناس كل مضروبه فيا الحاجه الوحيده ما ضربتش فيك ظهر لي مرفقي اتوقع لك لهنا اجي استنى استنى نقول لك لقى بربي سامحني درامي نعرفك والله درامي نعرفك درامي نشوف فيك قبل زيزا وما فهمتش علاش ديما فما عبد قالب وفادد ومعينه في حتى شيء وما يحب يعمل حتى شيء والعبيد عملت كل شيء وهم ازرق وجو وهو خيب وجهه العبد اكثر شيء يسميوه المبجبو 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 جا انت بجقت تو المبجبو اي المبجبو وش يعمل سي المبجبو المبجبو اي وش باين المبجبو هذا الانسان اللي يمسط لك الخرجه نتاعك ويخليك ديما فادد انت واصحابك قبل الخرجه فادد في وسط الخرجه معينوش ومن بعد الخرجة مصت لك انك انت خرج لمبجقو يساوي تعب مع فادد مع هالك الا فرحان فوا مامستك يعطينا كل ال... كيف هكا هكا شو شو القريماس انا ما عادش حاب نصور ديجا تو تعرف ايش صار لي انا تعو بجقت بجقت انا بالحق بجقت كم تعرف انا ما عادش حاملك اصلا وعلاش ديما الطفل اللي لعبها صعيب وبزيد رجله ويهز في كتافه مع صاحبته ومع عمرته مع الرجال اصحابه في حاله وهي في بالها عندها سيد ايف شرقت في وسط الموضوع ما ليه مش قصوها في المونتاج عاودها عاودها سيد خاطر في بالها عندها سيد اسمعني ابتسام خليش نخاني معاك نضرب فيك العادة اقسم برب العالمين ورسميني يا ابتسام والله يا ابتسام وحق الرب الكريم يا ابتسام يا ابتسام ورسميني ورسميني يا ما نبدا من سنيك نضرب كيفاش تكون من سنيك نضرب فيك ونسمع فيك كانت شبرش كان على بنات شنو ترى عود عود هذيك بتاع ابتسام هذيك عودها لي ابتسام ليه مش ما كانتش هكايه هيك هذا ابتسامة كيف؟ سامحني والله كيف؟ نقانيق وتعيط ابتسام كشكوش وهو بوش بوش وهو بعليه وليش حالة معاك كتيار وأثار وسيودة والله زحق لا تربع بين نعطيكم انا حاجه هي علاش تظهر بسيتامي نحسها ياسر معقده علاش البنات كيمشيو للتواليت يمشيو زوز مع بعضهم عليه صحيح لازم تفهموا فلايلو وي يا فلايلو زيزه نعم جمع التواليت في وذني قاعده انا قاعده في وذنك يا قاعده في اي بي
هاي تجي معي تواليت؟ عليه حبش مشي واحد شنو عليه شو تمشي مع بعضنا يعني عزيزة خليني في الموسيقى في العيلة أما لازم تجي معي تفهم ما طفلة تمشي واحدة التواليت لازم دي مزوز وعليش احنا بالحق نمشي مزوز مشني عارفة وفي كل شلة أبار الإنسان اللي لابس شورت على بلازير كما أمين فما الإنسان اللي يفهم في كل شيء ما نعرفش عليه ذي عبد ماسة برشا يعني ما أي حاجة تحكي فيه جي يخونك نفهم دخان كورة سياسة ماكلة نادل أخلاعي مقاليد كيرن حتى هذي يفهم فيها بسم الله العظيم يصنع لي يحكي لك على الجلد كيفاش بدأ وفما زيدة موضوع ما فهمتوش معناه حاول هذا معاك أمين أمين تبجك وانتي كان ماكش عامل ابونين حالة معاك مش نورة معاك كان عامل اللي اخزل يشوف مش حالة معاك جملة عامل ابونيته مش حالة معاك جملة واحدة حتى الجيم راهو بارتاج اسمعني برجو هي من قد جديد ده هي حال ينور لمبجقو شبيه باللي يخسر الحالة والله الجو بيه لنبجك لنبجك اي وش باية ازي ايش اي والله شو ولا اي وش باية شو اي وش باية اكسيون لازمش نخزر لك جملة مشهد جيني ولا مشهد جيني في ليلة سبعة وينك في سيسي فلايلو وينك ملالو